ما قال لا أحملكم لا أجد ما أحملكم عليه.
لا يجوزون أهل الرجل الذي يمنعه لا أجد ما أحمله، ما قال لا أحملكم وليس لا أجد ما أحمله. يجعل الإنسان يكون محدثا يقول اصبر حتى يفتح الله تعالى حتى يكون من الفضل لا يقول له الفضل. ولقد أحسن ما قال في حديث العابدين رضي الله تعالى عنه وفعل بركاته الذي توفي يقول ما قال لا قط الا في تشهده ونفس الشهود كانت لا اهل له كانت لا اهل له. فقال ابن سلمة كانت لا او حقيقه نعم وما قالها الا لو رجعت نعم. يقول فلا اهل له ابن سلمة هي ان تقول ابن سلمة هذه نعم حقيقه يقول فكل لا اله الا الله لا اله الا الله هو يقول الله يجيب الحقيقه هي نعم حقيقه هي نعم ما قال لو قلت لا قال لا ما في تكوين في هذه مثل لا سئل رسول الله شيئا الا اعطاه. فجاء رجل فاعطاه غنما بين الجبلين فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا ان يصيب يعطي عطاء من لا يخاف الوقت. وفي مسلم ايضا ان صفوان بن اميه قال لقد اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطاني وانه لابغض الخلق الي فما برح يقين حتى انه لاحب الخلق الي. جبلت القلوب على حب الخلق من موجود كان حديثا يستخدم لرب الحاكم والله تعالى هو في الحديث بسرعه قال يا رب هل احب لك من يعطيك شئا ولا او لا يهدف مكان ويهد عن الخلق صاحب يساهم كلام الحمد العليم هي تقدر أن تفضل من يوم الحمد العليم كل ما هو خير إلا الحمد العليم قال يعني ما من أحد إلا إنه أن ينزل وكافأه إلا أبا بكر زكى أبو بكر فقال وهل أن رسول الله ما لي إلا بكر قال هذا كله هذا جراء ما اعطاه وجعل في درجه المال اربع مرات المسلمين فقال وهل انا يا رسول الله الا لك يا رسول الله فقال يعني هل انتم تاركون لصاحبي هذه الزائده هذه الزائده نشات من عبادتي لسان الذمه عن بماله ونفسه هل انتم تاركون لصاحبي من عمر وما وراءه يقول هل انتم تاركون وتشدوا كل الابواب الا فقط هذا الباب فقط اللي يمكن ان يكون من الله هو يسد كل قوته عافيه النتيجه يستابقون الامور من هذه المسلمين في الامر الاحسان رضي الله عنه هذه النتيجه للسبب لا اتى في اول الامر لا يكون كما اتى سابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعهم باحسان لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطاني معناه أعطاني مالا كثيرا وإنه لأبغض الخلق إلي فما بعد يعطيني حتى إنه لأحب الخلق وهذه السورة التي كنا نقرأها الآن في صلاة الصبح هي أداب جليلة ربط الله تعالى الإنفاق والسخاء بالإيمان بالله وربط الشح والبخل بالصبر بالله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا مات لا يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فإن نصف النار صلى الله لا يصلاها إلا أبقى الذي كذب ويتولى وفي الجنة وما تبقى الذي يؤتي ماله وما لأحد عنده من يؤتيه جائزة الخضراء وجائزة الأعلى ولكن هذا من الله تعالى كلام ابتداء وقتل وليسوف يرضى بما يبان لأنه فعل أنقذ وأنقذ بلال بن تعليم وأعطى وأعطى وتجرد من ماله أربع مرات فقال تعالى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من ذات الدنيا. قال قريش قالوا هذا أعطاه لمحمد. قال الله تعالى لا وما لأحد عنده من ذات الدنيا وما لأحد عنده وما يريد ذات الدنيا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولكنها فترون ما يرى عن ذلك وما يرى عن ذلك ليس مقصورا على ذلك لا إدراك بالأسباب. وقيل لعبد الله بن الحارث رحمه الله في مراقب الشعوب رحمه الله تعالى وعلى البركات والنعم يقول والعظة من البعض والاسباب والسبب لا يفكر سببها مغني ولكن كل من فعل يدعى بذكر ذكر يرام. ولما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافه ارسل الى سالم بن عبد الله من احفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جده عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بن جده عمر بن الخطاب جاء سالم وقال له يا سالم اعطيني سيرة عمر بن الخطاب. فقال ما تريد به؟ ماذا تريد بسيرة عمر بن الخطاب؟ قال اريد ان اصدقها. قال ان فعلت ذلك فلست خيرا منك لانك لست كعمر ولذلك لست خيرا. هذه الاتيان التي في الجيران لو طبقت سيرة عمر لست خيرا منك معناها لا يقيد اعطاك الله اجرا من هذا لكن ما عمر فهذا هي اللغة أحدهم من اللغة ثلاثة ولكن أقل شيء هي لم تكن يجيله من أجل ستكون عمر داني ستكون عبادة داني السخاء مجيد جدا طبيعة في الإنسان إذا أعطى الله تعالى السخاء أصبح هذا خير فيه وإن لم يفعل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إلا التشبه بالسخاء والسخاء إن لم تكونوا أصياء حقيقة فتشبهوا فتضافوا إلى أولئك القوم. ومن جاء مع مقبول قبل من جاء مع أبي بكر ومن جاء مع الصحابة أولئك الناس الذين قال الله تعالى فيهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم طبقوها في مع القوم. من جاء مع مقبول قبل وهم قوم لا يشقى جلسهم والتقيوا الفاسق السخي خير من الله تعالى من العابد الباقي وليس الله المخل ما معقول لا تجد عبادة المعنى لأن من يعبد الله تعالى ويقرأ القرآن ولا يحث على السخاء هذا أعوذ بالله هذا لم يذهب أي كلمة من القرآن أول القرآن وآخره من القرآن. الله تعالى يقول الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول الكتاب وآخره ووسطه وهذا مما قال ابن جعفر الطيار رضي الله عنه عندما ذهب إلى الحبشة قال له النجاشي ماذا يأمركم به رسول الله؟ قال يأمرنا بحسن الأخلاق وسنة الأرحام فقال صار يمسك الارض من يقود عنده ويقول هكذا مكتوب في الانجيل عنده فلان من الاخلاق والسخاء وهو راسها هو ميزه الانسان. وقد قال الامام الشافعي واحسن الى الاحرار تملك رقابهم فخير في جارات الكرام اكتسابها ولا تشيا على مسجد الارض داخلا فاما قريب المحسنين كسرابها من يلق الدنيا فإني طعنتها وسيق إلينا عيبها وعذابها فلم أرها إلا سراب بقيعة سراب فلم أرها إلا جماهية إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن ثيابها فإن تجتنبها كنت سلما بأجلها فإن تجتنبها ما تحسنت من يلق الدنيا فإني طعنتها إمام الشافعي وسيق إلينا عذبها وعذابها صافيها وإهانتها وجدناها كل شيء معناها مرة حلفت الدهر بشطرين مره وحضره فلم أرها فما هي إلا جيفة مستحيلة جيفة متغيرة عليها كلاب همهن ثيابها فإن تجتنبها كنت سلما لك إن تجتنبها كما فعل وراق الحاج ما يمثل في ذلك لا أريد أن أمثل لكم الشيخ ولذلك بعد ولكن لكم قدوة الآن ما نازع كلابها وما دخل معهم وما وقي له منها أعطاه فخرج منها صهر الأيدي ما يروي أبي بعدهم حتى لا داع ولا بيت ولا غرفة فإن تجتنبها نازعتك كلابها فإن
تجتنبها نازعتك كلامها، فإن تجتنبها كنت سلما لها، فإن تجتنبها نازعتك كلامها. يوفق لا يخاف من إقلال، النبي صلى الله عليه وسلم يوفق لا يخاف من فقر، كما قال الصفاء قال لو وجدته يعطي عطاء لا يخاف الفقر، يا قوم أسلموا. يذيب معطاه في كل حال، يذيب من أعطاه، يشكر القليل، يعطي واحد القليل جدا فيؤذيه الكثير ويشكره، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق القرآن لم تلقنون الواصلين مما قاموا، هذه الأخلاق. يرد المكافأة لمن أهدى له وبعد ذلك يشكره، وفي أكثر من الرسول لا يجاز الخير. يذيب معطاه على أن يرد عليه بأكثر مما أعطاه وفي أكثر وأكثر ويشكره، يشكر القليل ويذيب الجزيل. يذيب لا يخاف من إقلال، يذيب معطاه بكل حال. وفي حديث الترمذي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ادفع علي اشتري علي لا تريد، فاذا جاءني شيء اعطيته. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره رسول الله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقط عن الإسلام فقط عن الإسلام. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق ولا تقهني من أرض إقلاله، وأولد في وجهه بشر. يقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت لا بقولكم، أمرت بأن لا أقول لا مثل لا بقولكم لا كلفك الله إلا ما كلفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت لا بقول عمر، وما أنفقت من شيء جميل مثله على قوله بهذا أمرت لا بقول عمر، قال أن لا أنفق من شيء وهو يخلفه وهو كذلك، يخلفه فعل مضارع ومتصل، وما أنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير ذلك. وحتى يأتي بأشياء لا إله إلا سقيمته في رجل من الصالحين أعطاه عيدا واحدا كلها. وبعد ذلك جاءه رجل يحمل ثمانية أرضية، فقال له رجل أن لا أقبل منها الثمانية، فقال عليك أن تصبر عليه وتتكلم، قال لا أقبلها إلا إذا كانت أحد، لم يخبره أي أحد بشيء، فقال من أخبرك به؟ أنا أعرف، قال لا أقبل، قال نعم والله إني أخفيت من ورائي وهي عفو، قال ومن أخبرك به؟ قال ليس عملاء ولا أتغذى عليه رب الله. قال الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ولن أقبل إلا عشرا، إن عند الله هو أقل رقم من الحسنة. وهذا العارف بالله لا يريد أرضفة العقل، لكنه يريد أن يبين للناس اليقين، وما أعطى هذا الرؤوف يريد عزمة أرضفة، لكن أراد أن يبين للناس اليقين، فضعه اليقين هو الذي أتامنه الشفة والذي أتامنه البخل والذي أتامنه كل شيء. لو توفرت على الله حقا توفرني من أرزاق الناس فقطين فضوح الناس وصلت الجبال لكن التوكل والاعتماد على الله تعالى يوجد مشكلة كبيرة أن الناس يمارسون الأسباب مع اعتمادهم عليها، وهذا هو سوء الأدب مع الله. التوكل أن تباشر أسباب مع شهود الكلب والذكر، تكون ترعى الغنم وترعى البقر وتفتح الدكان ومع ذلك لا تريد هذا، إنما هو حسن أدب مع الله تعالى. لو جاءك طامع ولو جاءك السائل لا أعطيته ما عندك، وبعد ذلك ترعى الغنم ثانية
وتفعل الذين دائما وتفتح الدكان. اما تفتح الدكان اعتمادا على الدكان، هذا ليس اعتمادا على الرحمن، هذا اعتمادا على الدكان. على انك يا اغلق الدكان غدا او جاءت موسيقى فليس عندك رجل ذلك اعتمادا على الخطوه هو ضعف. الاعتماد الضعيف على الضعيف يؤدي الى سقوط النفس. اعتماد الانسان على دكان يؤدي الى سقوطه والدكان، واعتماد الانسان على البقر يؤدي الى سقوطه والبقر. هذه جثه. اعتماد الصحابة على الله تعالى، اعتماد العارفين على الله تعالى، يرعون الغنم ويتكسبون. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: السماء لا تصير ذهبا ولا فضة، ولكن ماذا يفعل عمر؟ انتقل من الدنيا وما بيده جهل، يتسبب ويتسبب وكله مع ذلك يوفقه ويعطيه للسائل والمحروم. اطعموا القارع والمعتر. التسبب موجود بأسباب الليل والنهار، الليل والنهار يعني كذب وتجارات ورعاية والزراعات، ولكن أين تذهب؟ إن الله إكرام المؤمنين وسلم أمر الله من ذلك. يقوى التسبب الذي قال محمد ولد التسبب أن تباشر الأسباب مع شهود كالمدبرة مع رجوعك إلى الله تعالى، وأن هذه الأسباب لا تغنيك لا تسكن ولا تغني من جوع. والاعتماد عليها صريحا كفر. نبي تاجر عن الاسباب يعلم من برهان هذا الباب كالماء في الحج وكالسكين والنار في القطع وفي التسكين وقدرة العبد وغير ذلك لكل خلق من حبيب. اعتماد الانسان على الاسباب ربما يؤدي من الكفر، والذي يؤدي من الاعتقاد انه من السقر لا 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 يغلون بعد ذلك، لا يجدون رزقا، وهذا يأتي من رحمة الله. هذا الإنسان يتسبب وينذر ويفعل شيء لأجل الإنسان، على الإنسان أن يستطيع في ذكره وليس له يقطع سبب ينفق قد كثير من ماله يوم أو شهريا ولا يكون بخيل بخيل بخيل. أعجب ما رأيت من أجل كثير في المخيل على قصة الثلاثة يشرب حاله في نعم الصوفة ما في البقية في الله. ما سيل قط حاجة فقال وليس يأوي منزلا. ما سيل قط حاجة فقال لا وليس يأوي منزلا إن بطلا. مما أتى بهم أودي نار حتى تريح عليه ولا تنام. لا تفيه أموال ويستقر حتى لو تقنعه. وسأعطيكم أمثلة إن شاء الله تعالى. في حديث البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمال من البحرين فقال أنه وهذه الأموال كانت من أكثر الأموال التي أتت بعد الهجرات، فقال أنه شوف يعني صبوه في المسجد، وكان أكثر مال أوتي به صلى الله عليه وسلم. وخرج إلى المسجد ولم يلتفت إليه، خرج إلى المسجد ولم يلتفت إليه. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس أمر صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا يوما مما كان مثلا في غزوة بدر يعني زاد عنه. فقال له خذ بحذافيره به، ثم ذهب يقيه ولا يحمله على وهمه فلم يستطع من كثرة ماله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعضهم يحمله علي، قال لا أدرى ما تحمله. لا أريد أن أعطيك هذا المال.